عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مستمرين في سلسلة كيفية إنشاء موقع عبر دريم ويفر. اليوم سنرى كيفية وضع رابط لكلمات أو صور، وهذا الرابط يمكن يعطيك الصورة أكبر ولا يعطيك واحد الرابط ديال واحد لواحد موقع آخر. أولا ندخلوا لدريم ويفر، فتحنا هي هنا الاندكس، نرجعوا لها كما خليناها قبل. هذه هي الباج تاعنا اللي كنا صايبناها. اول شيء نجيو لهذه الصوره هنايا بحال بغينا هذه الصوره، كليكيو عليها نرجعوا للباج الاندكس، يعني الباج الاولى ديالنا هي الاندكس ماشين. تنجيو هنايا تتبان لنا لانك، يعني اللين ديالها الرابط ديالها اللي غادي يكون متعلق بهذه الصوره ملي تكليك عليها غادي تشديك. نكتبو هنايا الاندكس و html. الا كانت بالنسبه كنتي مستخدم صوره بالبيض، غادي يبان لك واحد الخط داير بها ازرق. حنا الا بغينا هذاك الخط ازرق نحيدوه ما يبقاش يبان. هنايا بالنسبة لهنايا صورة حيت ماشي بيضاء يعني مغاديش يبان لينا، لكن بالنسبة للي تيستعمل بحال صورة بيضاء يكون فيها هنايا البون ديال الابيض، يعني غادي نجي للبوردر هنايا وحطها زيرو، نكتب زيرو بوردر زيرو. صافي، دابا الصورة عندنا ولات إلا كليكيتي عليها غادي ترجع لواحد الرابط اللي هو الاندكس باش تعمل. دابا حنا ملي كملنا من الصوره نجيو بحال هاد الصوره هنا، وبغينا الا كليكيتي عليها تخرج لك الصوره نفسها هي ولكن كبيره، تقدر تكبرها. نجيو لهنا كيف قلنا لانك، تلاحظوا كاين عندنا واحد براوز فور فايل، يعني كنكليكو عليها غادي نجيو للسيت تاعنا سيت، يعني دايرين لي زيماج اللي نشوف الصوره اللي مختارينا هي هنا هي هذه. اوكي، كيف قلت لك باش يبان ما يبانش عند هذاك الخط الازرق، يعني نديرو زيرو هنايا في البورد. دابا تسالينا هاد المرحلة اونغوليستيو سايف اول، ونشوفو الستارة كيف داير. دابا الا كليكينا هنايا، إذا كليكينا هنا تلقاو تفتح لنا الصورة، ولكن في نفس الموقع. إذا كليكينا هنا على نفس الباج تحيد الباج تتبان لك الصورة ديالك هنا الزوم ديالها. تلاحظو إلا بغينا حنايا وهنايا قلنا إذا كليكيتي تأكتياليزا، تلاحظ بأننا قلنا لها واحد الباج ديالها اللي هي الاندكس، نفس الباج تتعاود ترجع لها. دابا الى بغينا هنا الى بغينا هاد الصوره ما تفتحش لينا في سميتو في نفس الباج، تنجيو نشوفو هنايا تارجت، هنايا عندنا بلانك بارنت بلانك هنا عندنا هاد الصوره. الى بغيناها تفتح على الى هنا جينا تارجت، الى لاحظتو معايا تارجت نجيو كاينة بلانك وكاينه بارنت. الى بغينا تفتح على نفس الصفحه ديالنا الاندكس نخليو بارنت هاك، الى بغيناها حنايا بغيناها ما تفتحش في نفس الصفحه تفتح صفحه اخرى نديرو بلانك. لاحظوا اونجيسيو فايل سيفون ندير بريفيو، نجيو نلاحظو هنايا نكليكيو على الصوره اللي كنا درنا، تلاحظوا بان فتحت لينا ثلاثة نسدو هنا نجيو نشوفو كليكيو تخرج لينا صفحة، لاحظتو معايا تشوفو أن بغينا هاد الكلمة هنايا تكون عندها واحد اللين ديالها ولا بلانك ديالها.
نختاروا ليها حنايا هنا، نجيو لانك ندير ليها اكزومبل، ندير ليها اوردر بون اش تي ام الشتيته تبان لينا بسيليكسيوني بزرق هكذا، يفضل تغير سيليكسيونيت وقت الانفيرا تعرضوا ان بغينا ليها هادي سيليكسيونا التارجت تاعها، ندير ليها بانت يعني تفتح في نفس الباج ديالنا، تحيد الاندكس وتعيد انغوليستريو ونجيو بعدين نلاحظوا ان كلمة هي هادي كليكو عليها خرجنا ايرور فيشي اتروفاب، يعني ما كاينش عندنا حنا الفيشي الا كان عندك هاد الفيشي هنايا معاه يعني غادي تقدر تفتحو، حنا دابا شفنا غير ليان ديالها، افترضوا ان حنا مبغيناش ليها هاد الكولور ديالها ونبدلو ليها كولور ميبانش عبدا و نشوفو الدريم ويفر، كنجيو نسيليكسيونيو هاد المو الا بغينا نبدلو ليه الكولور تاعها نسيليكسيونيو ونجيو لهنايا تلاحظو بعد تكون كليكي على هاد سي اس اس حيت غادي موديفي فيه، نديرو بروبريتي باج، نجيو لانكس هنايا تلاحظو حنايا عندنا هنايا الفورم يعني تقدرو تبدلو ليه البوليس تاعو هاك نخليو حنا نفسها، نجيو هنايا لانكور هاو تيبان لينا لاخدا اخترنا ممكن نشوف شي كولور ناخدو هاد الكولور هاكا أبلاي، تلاحظ بأنه تبدل هنا نجيو أندرلاين هنايا نديرو شو أندرلاين هنا هكدا و غير لوفرلانك ناخدو أكزومبل ناخدو هاد هون و الفيزيستي بلانك نديروه يعني الى كليكيتي عليه من بعد غادي تولي تدخل تلقاه بانه صفر، وهنايا ملي تحط عليه الكرسور تيبان لك هذا يعني ابلاي هنايا شو اندرلاين يعني شنو يعني حيدنا داك الخط اللي تيكون سيليكسيوني من تحت تيكون عندنا ريلوفر يعني شنو هو الكولور ملي تدوز عليه الكرسور يبان لك، ملي تحط عليه الكرسور يبان لينا هايا شو اندرلاين و ريلوفر يعني ريلوفر حنا خدينا هاد الكولور باش يبان لينا مزيان مزيان تا ابليكي اوكي ونجيو نشوفو هادي انغوجيستريو فايل سيف اول ونجيو نشوفو هاو الكولور تاعها ونشوف ملي تنحطو عليها الكولور كيفاش تبان لينا، راحتو معايا كليكي عليها أخرج لنا هذاك ال أوردر بار اش تي ام، من بعد دابا صافي ممكن تاني لهاد هنا نقدرو تاهي نتعرضو عليها هاند اكس اش تي ام ال ونديرو بأنها يعني هنا نحيدو لها الكولور تاعها نفس الكولور اللي اختارينها من هنا، تقدر تشوف الكولور بحال وتهز هاد الكرسور ديها بحال لهاد اللون اللي هنا، شوف تبدا هنا هاد اللون بحال هنا هاد الكولور شي يعني تقدر تبدل من هنا شي بالك بأنه شوف لاحظ معايا بأن هاد الكولور كاين هنا تيتبدل غادي من هنا 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 لاحظت معايا غادي هاد تقريبا هاد الكولور هنا اوكي اوكي نلاحظو بأن الكولور تاعها تبدلت لينا هاد الكولور يعني هاكدا شوفو معايا حاول اوكي عرفتو معايا اوكي وصارتو أننا بغينا حنايا هاد المو هنايا ميديناش سميتو ميديناش هاد الأوردر منكريش عندنا ولا ناخدو مو واحد آخر لي هنايا هو هاد الأول نديرو ليه ان اللينك ديالو على واحد الموقع اخر بحال ناخدو باغ اكزومبل جوجل غادي نوضحو هاد الشي اوكي
لاحظوا ان هاتي البيانات ونفس الكل اللي اخذناها قبل، يعني نقدر ناخذ انجور بروبريتي كيف درنا لانكس نجيو هنايا ناخذو هون يكون تيبان، يعني اوكي لحظة هنا نخليوها سودينية نخليوها هنا نحيدو نحيدو. مهم درنا ليها واحد ليان ديالها هو جوجل، نديرو على حساب تارجت بغيتي تفتح بها بغيتي بارنت غادي تفتح تحيد لنا الموقع ديالنا وغادي تفتح نفس الباج ديال البنك غادي تفتح لنا باج وحدة أخرى وحدها، يعني نديرو صافي سيف أونغوليستري ونجيو نشوفو الفايل ديالنا هاي صلحتو من هنايا إلا دوزنا بلوس تقريبا هنايا كذلك هنايا وهنا الكتمة اللي كانت موجودة أن هادي إذا نحطو الكيرسور صلحتو هانتا تكليكي غادي تفتح وحدة أخرى، هنايا اللي حددنا بأن يتفتح لينا واحد البنك وحدة أخرى يعني هداك في التارجت، يعني إلا جينا هنايا بغينا نبدلها نحيدو نكليك نسيلكسيوني هاك ونجيو هنايا دايرين بلانك نديرو بانك كانت أونغوليستيو ونرجعو للباج تاعنا شوفو كليكي تتأكتيريزا في البلاصة هنايا كيلبس ليكم هنا جوجل، إلا كليكينا على هادي نورمالمون خاصها تفتح جوجل في باج وحدة أخرى تلاحظو جوجل فهمتو معايا كليكيتي عليها تفتح لك في باج وحدة أخرى واليوم أكملنا هذه الحلقة وهي الحلقة المقبلة إن شاء الله التي سنتعلم كيفية إضافة الميني بار هنا، نحيدو هاد الليم هنايا وندعو واحد الميني بار هنايا يعني ديال السيت تاعنا يعني يكون فيها. إلى حلقة مقبلة إن شاء الله على موقعكم موقع محترف البرمجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.